إذن حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة من مخيم جنين. إذن أعداد الإصابات الآن كبيرة، وعدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العملية العسكرية لجيش الاحتلال في مخيم جنين هذا اليوم. قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من محيط مخيم جنين، والآن بدأت الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني إجلاء المصابين من داخل المخيم. نتحدث عن أكثر من 5 شهداء حتى هذه اللحظة، وأكثر من 20 إصابة وصلت إلى المستشفى، بعضها أو الغالبية القصوى منها خطيرة للغاية. نتحدث في هذه الأثناء مع الطاقم الطبي في الهلال الأحمر الفلسطيني للحديث أكثر عما جرى. يعطيك العافية. أغلبك هون. يعني بداية، كيف بدت أوضاع الإصابات التي تم نقلها إلى المستشفى؟ وردنا خبر عن اقتحام للمخيم. تلقائيا احنا كنا مجهزين جروب اسعاف مدرب ومهيئ للتعامل مع حالات الامرجنسي اللي مثل هيك. اوعزنا لكل الفرق داخل المخيم بالنزول لارض الساحه والتعامل مع كافه الاصابات. تم تقسيم المخيم الى 3 اقسام، جروب A، جروب B، جروب C. كل جروب قام بالتعامل مع الاصابه في المناطق. طبعا بحمد الله تمكنا التعامل مع كافه الاصابات. كان شوي في عائق في ايصال المصابين لسيارات الاسعاف، اتخذنا ممرات امنه لسحب المصابين لخارج المخيم ومكننا، بس كانت بصعوبة. الأمور وصولكم كانت فور وصولكم للمخيم هون، كيف بدت تحرككم مع استمرار التضييق من قبل الاحتلال، استهدافكم كطواقم طبية من قبل قوات الاحتلال؟ من ناحية التضييق كان موجود من قبل، بس احنا هذا الجروب مؤسس من داخل المخيم، أعضاءه كلياتهم ممرضين، هناك أشخاص من كافة المحكوم لهم التخصصات، هناك محاميين موجودين معنا، هناك اشخاص توجيهي، هناك اشخاص يعني متعددين. تم تاسيس هذا الفريق بهدف التعامل في حالات زي هيك. طبعا اليوم كانت اول تجربه لنا، بحمد الله شويه صعوبات بس تم تجاوز هاي الامور. الاصابات اللي تم نقلها كيف بت طبعا بنتبلغ من قبل الناس لانه كان نت فاصل، اسرائيل تتعمد لفصل شبكات الاتصال في اي اقتحام لها. تخبرنا من الشباب نفسهم عن طريق الواتس، فيهم كان معهم سمونت شبكوا اعطونا الاصابه. تلقائيا انا بتواصل مع الهلال الاحمر، بدي اقول لك اصابه مثلا لمنطقه معينه. طبعا هاي المناطق محدده سابقا من قبلنا، بتم التعامل فيرست ايد اوليا مع المريض ومن ثم نقله من قبل اشخاص طبعا بتدوروا معنا جميعهم كلهم متدربين. طبيعه الاصابات كانت متوسطه لخطره. تعاملنا مع اصابات اللي هي فولينج داون، سقوط. تعاملنا مع اصابات بالهلع. تعاملنا مع اصابات اللي هي الرصاص الحي، وكان في تقريبا 10 حالات سقوط تعاملنا ميدانيا فيها ولم يتم نقلها للمستشفى. كانت امورهم يعني منيحه. الاحتلال تحدث عبر وسائل الاعلام العبريه عن اكثر من عن استهداف اكثر من 20 فلسطينيا. كيف توزعت هذه الاصابات ما بين الشهداء وما بين ما تم نقله او الحصيله النهائيه لوزاره الصحه؟ هو كحصيل نهائي بعد احنا مش محصيين، يعني هي توبنا اللي وصلنا هون اساس نخلي اذا كان في اصابات ثانيه، يعني هي هسه اللي وصلنا احنا هون. تقريبا الاصابات اللي تعامل معها احنا من طرفنا كانت 7 اصابات، لانه احنا كنا ماخذين منطقه بي وسي، منطقه اي اللي كان فيها الاصابات الاكثر كان هناك طاقم ثاني بغطي. لحد هسه احنا ما تواصلنا معهم. شكرا لك على هذه التفاصيل. اذا مشاهدينا الكرام، الاعتداء لقوات الاحتلال لا يزال مستمر في مدينه في مدن الضفه الغربيه المحتله. الان انسحاب من او لانسحابه من جنين، لكن الاعتداء وحصيله العدوان المستمر على ابناء شعبنا لا يزال مستمر. نحن الان نتواجد في نادي المخيم حيث الاعتداء الاكبر والاستهداف المباشر له من قبل قوات الاحتلال، كما تشاهدون استهداف مباشر في هذا المكان، هدم لنادي المخيم بشكل كبير من قبل جرافات الاحتلال. إذن أضرار جسيمة وخراب كبير في هذه المنطقة بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال.
إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، حياكم الله في هذه التغطية المتواصلة من محيط مخيم جنين. حتى هذه اللحظة كما تشاهدون دمار واسع في النادي، نادي المخيم الذي قام الاحتلال بتدميره بشكل كبير وبشكل كامل، هو وكافة السيارات التي تواجدت في هذا المدخل. اعتداء واسع اعتداء واسع النطاق، نتحدث عن اعتداء واسع النطاق في مدينة جنين، الحديث عن أكثر من 10 شهيد حتى هذه اللحظة، لكن ننتظر وصول بيان وزارة الصحة. أكثر من 20 إصابة جلها بإصابات خطيرة بالرصاص الحي والمباشر الذي استهدف الفلسطينيين، استهداف للطواقم الطبية واستهداف للطواقم الصحفية قبل قليل من قبل قوات الاحتلال. اعتداء متواصل بحق الفلسطينيين وبحق من تواجد في هذه المنطقة. دان داخلي يجي إذن. أيضا مشاهدينا الكرام نتحدث مع أحد شهود العيان الذين تواجدوا في المنطقة. غلبك لو سمحت، يعني بداية هون غلبك، تمام. بداية العدوان الآثم على مخيم جنين هذا اليوم، وكونك شاهد عيان، ما الذي جرى؟ اللي جرى احنا كنا نسلع سيارات واقفين باب الصحية، فلما فاتت القوات الخاصة شردنا بالسيارات على النادي، فنزلت أنا والشباب وقعدنا هون المنطقة هاي. بعدها الشباب جابوا شاب مصاب بكتفه، فطبعا ما قدرش اي واحد يحمله بالسياره لانه كان جيش وقناصه، فاجوا الشباب حملوه على الحماله وطلعوا فيه من داخل المخيم لعند دوار الحصان، هي دوار العوده. فجلسنا احنا مش قادرين نطلع لانه قناصه وجيش بالمنطقه، وجيب الجيش بقى عند دار قطوره هون واقف، فما قدرناش نتحرك. حصرنا 5 شباب كنا هون. شاب فايز المطحن الله يشفيه كان جالس عندنا، فقلنا له تعال، قال لعب تجلس بالسياره ايمن، قلنا له لا ظلينا قاعدين. فتفاجئنا بعد يعني تقريبا ساعه فالا بالجرافيه فايته على النادي، الجرافيه فايته على النادي. لما بدات الجرافيه وقفنا ورفعنا ايدينا، فبلشت تكسير السيارات. في جيب كان واقف هون عند دار العموري بالسور من جوا، شفت هاي بزاحته، صار الشباب يطخ عليهم بنوم فكسروا الجدار. بعدها رجعت الجرافه
بلشت بكل السيارات الموجودة هون تحمل وجت وقعت. فكان الأخ فايز موجود جوا السيارة ورفعته جوا السيارة، وإحنا ما بنعرف عنه شو صار، هو ميت هو مستشهد أو شو وضعه ما بنعرف. فبعدها مع ما كسر النادي والواحد زينكو كسر السيارات كلياتها، وإحنا واقفين خمسة هون قاعدين رافعين إيدينا. فأجت ناقلة الجند الكبيرة بعد ما طلعت الجراف وخلصت، فشافوه هو صيح، فأجوا أخذوه وحطوه بالسيارة ناقلة الجند الكبيرة، شفت عليه، وإحنا واقفين هي واقفة. فبعد عشر دقائق أجا سيارة الإسعاف، قالوا في مصاب بالنادي، أجوا عندهم هنا حكوا معهم، قالوا في مصاب، قالوا معنا. بعد عشر دقائق فتحوا الباب وقالوا خذوه. فطلبنا إحنا من الإسعاف، شفت علي، إنه يخلونا منهم من الموقع، لأنه كان الشباب الله يحميهم، شفت علي، كان رصاص عليهم، كان الكواع، وصاب عندنا بيوسف السولمي شظي بجرو، في أبو شادي أبو طبيخ أجت هو بيده، الحمد لله السلمين. بس فايز على ما عرفت إنه بدهم نقوله على نابلس، إن شاء الله إنه الله يشفي. إذا أعانكم الله وثبتكم وصبركم. إذا مشاهدينا الكرام، هذه رواية أحد من تواجد في هذه المنطقة وأحد شهود العيان حول الاعتداء الإسرائيلي والعملية العسكرية صباح هذا اليوم في مخيم جنين، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من ستة شهداء وأيضا أكثر من 20 إصابة وصلت إلى المستشفى حتى هذه اللحظة. نتحدث عن 4 ساعات تقريبا وباشرت على الوصول إلى الساعة الخامسة من هذا العدوان وهذا الاقتحام لمخيم جنين. أعداد الشهداء، الدماء سالت في أزقة المخيم، والاعتداءات لا تزال متواصلة على أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة الغربية المحتلة. اليوم كان في جنين اعتداء، تدمير، تخريب لعدد من المنازل، تدمير لممتلكات. هنا في النادي تم تكسير النادي وتخريبه بالكامل، الدمار واسع يحيط في مخيم جنين حتى هذه اللحظة. متواصلون معكم في هذه التغطية من مخيم جنين، تحديدا من نادي المخيم.